متابعينا متابعين اليوم السابع في كل مكان، برحب بيكم في فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا معانا الدكتور حلمي ابو عيش، رئيس مجلس امناء جامعة هليوبلس، اللي ساهمت بمشروع الشهادات الكربونية وحصلت على المركز الاول على مستوى محافظة الشرقية في مشروع الشهادات الكربونية ومساهمتها في تغير المناخ. احنا برحب بحضرتك يا فندم على اليوم السابع، ولو حضرتك تكلمنا عن مشروع الشهادات الكربونية. اهلا بيكي، احنا سعداء جدا ان احنا النهارده نشرح للجمهور فكرة الشهادات الكربونية اللي تقدمنا بيها في المسابقة. الحقيقة العالم كله النهارده خايف من تأثير تغيير المناخ على كل قطاعات الانتاج، كل قطاعات المجتمع، كل الحياة بتاعنا على الكرة الأرضية. احنا في جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة بنبحث بقالنا سنين على حلول لتحدي تغيير المناخ، وجينا من 3-4 سنين بحثنا دور الفلاح في تحدي تغيير المناخ، وعملنا ميزانيات وعملنا بحوث على التربة وعلى الشجر وعلى بصمة الكربون وثاني أكسيد الكربون للفلاحين في مصر، ولقينا الآتي: لقينا إن كل فلاح مصري بيشتغل بالنظام الأورجانيك، يعني بدون مبيدات وبدون كيماويات، فهو بطل من أبطال تغيير المناخ. ليه؟ احنا لما بحثنا كده ايه تأثير الزراعة الأورجانيك على ميزانية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لقينا الآتي: لقينا إن كل فلاح شاطر بيقدر يثبت في التربة بتاعته في كل فدان ما يعادل طن 2 أو 3 من ثاني أكسيد الكربون كل سنة لما يزرع أورجانيك. ولو هو كمان فلاح شاطر بيزرع أورجانيك، فهو بيحمي المزرعة بتاعته من تأثير التلوث من كل الجهات، فبيزرع عدد من الشجر حوالين المزرعة بتاعته، وكل شجرة من دول بتثبت ثاني أكسيد الكربون ما يعادل 30 كيلو ثاني أكسيد الكربون في السنة. وكل فلاح شاطر بيشتغل بالأسلوب الأورجانيك بياخد كل المخلفات العضوية اللي موجودة عنده في المزرعة، قش الرز وحاجات أخرى، مع غوز البهايم اللي عنده في الستابل، وبيعمل منها اللي احنا بنسميه الكومبوست، الذهب الأسود للمزارع، اللي هو بيسمد بيها بعد كده المساحة بتاعته. فالمزارع الشاطر ده اللي بيعمل كل الحاجات دي، لما بنيجي آخر سنة ونقيس ميزانيته في ثاني أكسيد الكربون، بنلاقيه إن هو بيثبت أطنان من ثاني أكسيد الكربون في الشجر، أطنان من ثاني أكسيد الكربون في التربة، وبيمنع انبعاث أطنان من ثاني أكسيد الكربون لما بيعمل الكومبوست، وبالتالي بيستحق ياخد شهادة اسمها الشهادة الكربونية. والشهادة دي ممكن تكون 10 طن في الفدان، 15 طن في الفدان. الفلاح اللي عنده شجر كتير وكمبوست كتير ممكن يوصل لغاية 20 طن في الفدان في السنة. وبما ان الشهادات دي ليها في السوق العالمي تمن، والتمن ده ما يعادل 400 لغاية 500 جنيه في كل طن، الفلاح الشاطر ده اللي بيثبت له 10 طن ولا 15 طن ممكن يحصل على دخل إضافي في كل فدان من 4-5-6 آلاف جنيه في الفدان في السنة، وده أكتر بكتير من اللي هو بيقدر يكسبه من معظم المحاصيل اللي بيزرعها. يعني هو حضرتك كده بيستفاد من الجانبين، إن هو بيزرع زراعة صحية ومفيدة للمستهلك، وفي نفس الوقت هو بيربح من الشهادة الكربونية. مظبوط، يعني بالتالي هو بيبقى عنده دخل من المحصول، الذرة، القمح، الرز اللي بيزرعه، ومن الشهادة الكربونية. وبالتالي حتى لما بيبيع الحاجات الأورجانيك بتاعه
في السوق المحلي، في الزقازيق، في بلبيس، في القاهرة، في أي مكان بالسعر العادي من غير ما يزود التمن، دخله يتحسن، يبقى مستوى حياته هيتحسن، قدرته على حياة كريمة هتتحسن، وقدرته على إن هو يساعد عيلته وأطفاله إن هم يتعلموا تعليم أفضل هيتحسن. وفي نفس الوقت مستهلك اللي بيشتري منه المنتجات هيشتري حاجات أورجانيك، وإحنا عارفين إن الحاجات الأورجانيك دي ما فيهاش مبيدات، ما فيهاش سموم، بيبقى أحسن بكتير للصحة وللطبيعة اللي حواليه. وتالت حاجة بقى، ودي الجميلة، إن هو بيساهم في تقليل تأثير تغيير المناخ على العالم كله، على مصر، على المنطقة بتاعته، من تثبيت ثاني أكسيد الكربون في التربة أو في الشجر أو تقليل انبعاثه لما بينتج الكمبوست. ففي ثلاث ميزات، الثلاث ميزات دول بيجتمعوا في الشهادات الكربونية، ومن خلال بيئة الشهادات الكربونية الفلاح الشاطر ده اللي احنا بنسميه بطل تغيير المناخ بياخد مكافأة تعادل مجهوده وتحسن مستوى حياته. الجامعة أكيد تعاونت مع كتير من المزارعين وطبقت معاهم فكرة الشهادات الكربونية، لو حضرتك تكلمنا عن تجربة التعاون مع المزارعين على مستوى الجمهورية. وطبعا لما لقينا الحل الجميل ده اللي يرضى بيه كل مزارع في العالم، في مصر في الشرقية، يساهم في تقليل تأثير المناخ علينا، في تحسين دخله، وفي تغذية المستهلك بأغذية أورجانيك تحسن الصحة، فقلنا تعالى نجرب نطبق الكلام ده مع المزارع ومزارعين كتار في جمهورية مصر من أسوان لغاية مرسى مطروح، وطبعا بكمية كبيرة منهم من الشرقية. ورحنا لمزارعين صغيرين عندهم فدان 2 3 4، قلنا لهم تعالوا حولوا من الزراعة العادية الكيماوية بالأسمدة وبالمبيدات إلى الزراعة الأورجانيك، وانتوا بتعملوا الكلام ده هتاخدوا شهادات كربونية، وهتقدروا تبيعوا الشهادات الكربونية، دخلكوا هيزيد، وانتوا بتنتجوا حاجات كويسة. واشتغلنا على مدار السنتين اللي فاتوا مع 2000 مزارع، عدد كبير منهم في الشرقية، وبالفعل اثبتنا ان الفكرة دي والتجربة اللي مارسناها على مزرعة الجامعة من 3 سنين قدرنا نطبقها مع المزارع في كل مناطق جمهورية مصر. وبالتالي احنا دلوقتي شايفين ان التجربة دي محتاجة زيادة من المجهود، وحطينا لنفسنا كجامعة هليوبوليس خطة ان احنا نطبق الكلام ده بدلا من 2000 مزارع مع 40,000 مزارع خلال السنتين 3 الجايين. نستثمر في طرمبة تطلع مية النيل بالطاقة المتجددة بدلا من الديزل، أو تساعده إنه يزرع شجر، أو تساعده إنه يجيب بقر عشان هو محتاج المخلفات البقر، أو تساعده إنه هو يجيب نظام ري حديث عشان يقلل استهلاك المياه وبالتالي الطاقة وبالتالي يقلل استهلاكه لثاني أكسيد الكربون. كل الاستثمارات دي هنحتاج نساهم فيها كلنا مع بعض عشان نساعد 40,000 مزارع. الجميل إن بعد سنة المزارعين دول كلهم هياخدوا شهادات كربونية ويقدروا يسددوا كل الفلوس اللي عليهم وأكتر، وهيتحسن دخلهم، وهيوغدوا أكل صحي للمستهلكين في مصر، وإن شاء الله لما ربنا يوفقهم كلهم هيقدروا يقللوا انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمليون و500,000 طن كل سنة. ده المستهدف، وده اللي هنتلك المبادرة الجديدة دي إن شاء الله في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ السنة دي. إن شاء الله يا فندم، احنا بنشكر حضرتك